يسود ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود نقدر نجوم. رمضان 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 بالخير تعود. مساءكم جميل مشاهدين الكرام، زي جمال عيونكم اللي تتابعنا وتشوفنا كل يوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رمضان كذا، كلها أمل وتفاؤل بأن القادم بإذن الله لنا دائما أحسن. المهم ننظف داخل. في حاجات غريبة جدا تحصل مع بداية دخول شهر رمضان المبارك. الأكل يزيد، أصحاب المحلات الفاست فود يزيدوا في الشارع، أصحاب البسطات يزيدوا، والتسوق يزيد، والخرقة تزيد، والدخلة تزيد، والقراطيس تزيد، والنفايات تزيد، وتبدأ الدنيا تتلخبط بشكل كبير جدا. تدخل على حارة تلاقي مطب طوله نص متر وكأن اللي بتمر منه دبابة. تخرج لحارة ثانية تلاقي الزجاجات مرمية في الأرض والعلب والكراتين وأشياء كثيرة جدا. تمر على نقطة تفتيش، وما أدراك ما التفتيش، الأسلاك والوايرات والحديد والمطبات والحجر هنا والتراب هنا، والدنيا مقعوصة قعص. وتحاول إنك تروح لمكان نظيف تستشعر منه إنك موجود في بلد لها مواطنين نظاف، لكن للأسف دائما السيئة تعم الجميع. سلوك اليوم اللي بنتكلم عليه سلوك مهم جدا، قد يكون مش لك ولكن مهم جدا للمجتمع، للحي وللمكان اللي انت عايش فيه. السلوك اللي بنتكلم عليه اليوم هو إماطة الأذى من الشارع. طبعا نحن أول ما نتكلم عن هذا الشيء كثير من الناس بتحط في بالها اعتبار واحد، يعني إيش إماطة الأذى؟ يعني نفايات. لا، إماطة الأذى مش يعني نفايات بس، يعني حاجات كثيرة جدا. السلوك هذا خلى كثير من شبابنا الواعي والمثقف والمتعلم يحس ويكون على يقين إن هذه البلد لا يمكن تصلح إلا بإصلاح ذاتها، بإصلاح ناسها، وبإصلاح أهلها، وقاموا بأنواع كثيرة وغريبة وأشكال متعددة جدا من المبادرات اللي تخلي دائما مجتمعنا أفضل. بيجي واحد يقول طيب يا أختي هذه المبادرات مش أي حد ممكن يسويها، الموضوع محتاج صبر ومحتاج تعب ومحتاج جهد ومحتاج كمان ميزانية ومحتاج كمان أموال ومحتاج ومحتاج ومحتاج. لا، وعاد اللي يزيد الطين بلة إيش؟ إن في ناس قليلين أدب في الشارع، بيشوف الواحد يرفع شيء ولا ينظف شيء ولا يحاول انه يعمر في الارض بيقوه بيقدلوا قدامه، بيقدلوا النفايات وبيقدلوا الكراتين وبيقدلوا القوارير، ولا كأنه الواحد يعمل شيء، وبيخلوا كمان الواحد يتصايح معهم. صح، لكن في المقابل في شيء عكس كده، في ناس اعمارهم من 70 ومن 80 سنة لما يشوفوا مجموعة شباب وبنات نازلين للشارع عشان يعملوا شيء معين للمجتمع وللحي يساعدوهم، يجيبوا لهم قوارير الماء، يجيبوا لهم المناديل، يجيبوا لهم الأشياء اللي تخفف عنهم تعب الحمى والضنك والعيشة اللي هم عايشين فيها، ويحسوا الشباب انهم مبسوطين ويعملوا شيء كويس. ليش دائما نحب ان نحن ننظر للجانب المظلم وننسى الجانب المشرق اللي يعطينا دائما حماس ان احنا نعمل الأشياء هذه عشان مجتمعنا يكون أفضل؟ حلوة المبادرات الابتكارية اللي كل يوم نلاقيها موجودة بشكل وبطريقة مختلفة أمامنا، وخصوصاً موضوع إماطة الأذى من الأشياء اللي جداً إحنا بحاجتها في هذه الأيام، حتى لو ما كانش في منها عائد، وحتى لو كان إقبال الناس عليها قليل، وحتى لو كان ردود الفعل من الناس اللي موجودة في الشارع عليها قليل، مش مهم. المهم إن في ناس أيضاً بالمقابل عندها إيمان قوي إن الإنسان ده مش موجود في الأرض غير عشان يعمر فيها. الكلام دائما حلو، لكن الواقع بالمقابل يجي أحلى. فريق العمل
حاول إنه يقص نبض الشارع حول هذا الموضوع ويشوف هل الناس بتتفاعل معاه ولا لا. تابع مجريات الأحداث وانتو كمان لازم تتابعوها. خليكم معنا. شفنا كيف؟ هذا هو رد الفعل اللي كنا نتمنى ان احنا نلاقيه والحمد لله لقيناه. الكل كان على اعصابه، يا ترى في حد بيبادر ويبعد التاير من الطريق ولا لا، يا ترى هل في حد بيبادر ولا لا، يا ترى، والحمد لله لقينا الشخص المبادر. حلوه هذه الاعمال، وحلوه الناس اللي مؤمنه ان هذا الشيء كويس عشانها وكويس عشان المجتمع. اليوم مشاهدينا الكرام ذكرنا لكم موقف، هذا الموقف كان هو الملهم عندنا ان احنا نتكلم عن موضوع هذه الحلقة. وانا عني عن نفسي اتمنى اني اجد الشخصية الملهمة في كل بيت يمني للحب، للعطاء، للإخاء والحب الوطن. في يوم من الايام في الصين يحكى انه في ايام الملك حب انه يعمل اختبار بسيط ويشوف مدى تفاعل الشعب مع هذا الاختبار. نزل لواحد من الشوارع وحط صخرة كبيرة في النص قفلت الشارع، وخلى حارس يجلس خلف الشجرة عشان يشوف الناس كيف بتتفاعل مع هذا الموضوع. أجا شخص كبير في السن وكبير شأنه في هذه الدولة ورجال تاجر وصاحب مال كثير، راح لعند الصخرة هذه وشاف الصخرة موجودة في النص، جلس يسب ويلعن ويشتم، وأنا لازم أشتكي للملك على هذا العمل عشان نعرف من اللي عمل هذه الصخرة ويعاقب. دار من وراء الصخرة ومشى. أجا شخص ثاني كان مهندس شأنه أقل في المدينة، فبرضه جلس ينتقد الوضع ويصيح لكن بصوت أوطى عشان هو صاحب شأن أقل. جلس ينتقد وضع البلاد وإن البلد دي عمرها ما بتتصلح وإن الناس فيها أساساً سيئين وإنه وجلس هو أصحابه يضحكوا ويستهزئوا بالوضع، وبرضه أخذوا نفوسهم وداروا من وراء الصخرة. بعد يومين أجا شخص ثالث وكان إنسان فقير مزارع، أجا لجنب الصخرة وحاول إنه يدهف الصخرة لحاله ما قدرش، صيح للناس اللي مرين من الشارع وحاول انه يكسب تفاعلهم. تفاعلوا معه كثير من الناس وبيداتهم جميعا حاولوا كلهم انهم يدهفوا الصخرة، وفعلا عملوا انجاز وحركوا الصخرة وبعدوها من مكانها. بعد ما بعد الرجال الصخرة من مكانها لقى ورقة، وجنب الورقة هذه صندوق. فتح الورقة مكتوب فيها الى من ازاح الصخرة على الطريق هذه هي هديتك، لأنك بادرت بفعل الخير ولم تقتصر على الانتقاد فقط. وفتح الصندوق شاف فيه كثير من المجوهرات. هذه رسالة للناس اللي دائما توقف خلف الشاشات أو توقف خلف الأسوار أو توقف وراء أي مكان وما فيش عندها شغل شاغل غير إنها تنتقد. وعلى فكرة أكثر كلمة تستفزني من داخل شعب يمني،
على أساس أن اللي ينتقد ما هوش من الشعب اليمني، لا، كلنا شعب يمني، ولو أنت صلحت من داخل الشعب اليمني بيصلح. مشاهدينا الكرام، بهذه العبرة الأخيرة نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، وأكيد بإذن الله لنا لقاء آخر ومتجدد معاكم خلال شهر رمضان المبارك، حلقات جديدة وسلوكيات متنوعة، ورمضان بالخير يجمعنا. الفرحة تسود مدامنا نملك نفس.